كيف نتعامل مع غير المسلم؟ من الناس من يتعامل مع غير المسلمين بالقتل. من منوك موي جمنون بان تاو تنيه تنون جي موي ننه دال من ميت إسلام دعو سمع بالسب ويو دعو جي أخذ الأموال السرقة ويو كان تاو لوي ترق سمع ربكي. هذا قسم نن تو جي متناي قسم آخر من الناس منوك موي تناي سيدير يشارك الكفار في عيادهم بان جوروم جي موي ننه دال من ميت إسلام في لباسهم تنون سمليك بين ربكي تنظر إليه تظن أنه كافر بجن مرتو بكيف ما عنده جيكين نقدر من الإسلام. الصحيح أننا توسط رم ترو بمحاط في جن سحط نو قناع نفي لهم بالعهود جن بعد سايد نفي لهم بالعهود التي بينه وبينهم يعني لا تعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال ومع هذا لا يمكن نشارك هؤلاء في عيادهم واحتفالاتهم أو في لباسهم. ندعوهم إلى الله نعلمهم نخاف عليهم من النار نقول والله نحن نخاف عليكم ونريد لكم الخير وهو الدخول في الإسلام. المسلم لا يغش الكافر المسلم يعني لا يكذب على الكافر يقول له الصدق يقول أنت لو بقيت على ما أنت عليه أنت في النار وأنا أخاف عليك أريد أن تدخل إلى الإسلام لا أكذب عليك لا أضحك عليك ننصح لهؤلاء نعم